هاجي هبدأ أعرف الحاجات التانية اللي في الأدجستمنت موجودة تحتي. هنقفل بس الصورة دي دلوقتي، ناخد صورة تانية. أنا عايز أوريكم حاجة دلوقتي. إحنا خدنا البلاك أند وايت أدجستمنت لاير، لو أنا جيت هنا بلاك أند وايت عملتها أوتو، هلاقي في حاجة اسمها التنت. التنت دي لو أنا دوست عليها هلاقي إن هو قلب لي الصورة، خدت لون فوقيه. بقدر أغمق وأفتح في التنت ده زي ما أنا معايا، أقدر أغير في اللون ذات نفسه. بقول له اوكي، واقدر اغير في الاوبس بتاعت التنت ده. انا حاسس ان هو حط لي لير بس اللون ده، هو كان 45، حط لي ال 45 دي، حط لي لير بس فوقيها. دي طريقه اقدر احط بيها لون على التصميم بتاعي. طب لو انا عايز طريقه احسن، لو انا جيت تحت هنا هنمسح ده كده خلاص، لو جيت تحت هنا ودوست هنا كده هلاقي في حاجه اسمها جريديانت ماب. الجريدينت ماب ده لو انا دوست عليه هلاقي ان هو بيديني الوان بالجريدينت، اللي هي التدريجه اللي قلناها قبل كده، وفي ريفرز لو انا عايز اقلب. معناها ايه بقى؟ معناها هنا ان انا بقول له التدريجه هي قدامي من احمر لابيض، معناها ان الالوان الغامقه اللي هي الشادوز هتاخد لون احمر، الميد تونز اللي هي الرماديات هتاخد اللي بين الاحمر والابيض، الهايلايتس اللي هي الابيض هتاخد اللون الابيض. لو دوست على السهم ده كده هيوريني التدريجات او الجريديانتس اللي عندي كلها على الجهاز اللي على الفوتوشوب، اقدر انقي منها. هتلاقي في الوان، طبعا ده ابيض واسود، ده لو عايز تخلي الصوره ابيض واسود فعلا. هتلاقي في الوان بتبقى كويسه على صور وصور لا. يعني لو جيت انا عملت ريفرس، لو جيت مشيت كده عملت ريفرس، هتلاقي كميه تدريجات حلوه لو انت عندك تدريجات، يعني تقدر تعملها بسهوله، تقدر تغير فيها زي ما احنا شايفين كده. عجبني انا مثلا ده او ده كده، خلاص عجبني التدريجة دي، واقدر اعمل لها ريفرس. عجباني انا كده اوي، بس عايز اغير مثلا اللون ده مثلا اللي هو هنا ده، خليه لون تاني. لو انا دوست عليه كليك هلاقي ان هو فتح لي الجريدنت بتاعي، اقدر اغير هنا بقى براحتي. مش عاجبني اللون الابيض مثلا، اقدر ادوس عليه وادوس ديليت، شال لي الابيض خالص. عملت غلطه بقدر ادوس كنترول وزد هيرجعها لي تاني. اقدر النقط دي اللي هي بين التدريجات اقدر اخلي الفرق بين التدريج عامل ازاي. هجيب دي كده وهفتح دي بحيث ما يبقاش قطع مره واحده كده. هاجي هنا اللون اللي هو مش عاجبني ده، هديله لون فاتح شوية، هو يعني برتقاني كده أو أحمر دموي شوية، بلاش ده هنخليها كده مثلا. والأزرق ده ممكن نغمقه شوية. هنا ده طبعا انت هنا بتختار أغمق حاجة في الصورة، هتلاقي اللي هي السواد سواد، يعني بتختار لون هيبقى ايه. ممكن نخليها لون فوسفوريكي، هو اغمق هيبقى افضل. بعد ما بتخلص عجبك الجريدينت اللي انت عملته ده، لو انت اخترت جريدينت تاني وجيت ترجع مش هتلاقيه. طب ليه؟ لان انت مش مسيفه عندك. فانت ممكن تعمل ايه؟ ممكن بس نغير ده كده، ممكن تقوم دايس نيو، هتلاقيه نازل عندك هنا كتدريج عادية جدا. تقدر تغير دلوقتي في اللون اللي قدامك ده وبتقول له اوكي. عجبك ده كده ممكن تشوفه في الريفرز، لو عايز تقلبه خالص بتقول له اوكي. زي ما قلنا نقدر نحط ماسك، حطيت ماسك اقدر تخليه ابيض واسود ونديله تدريجة. عايز تشوف الفرق بتشيل الماسك عشان تعرف انت عملت ايه برضو. طب في حاجة برضو هنا لذيذة نقدر نعملها، اللي هي ايه؟ ممكن بقى تختار مثلا التدريجة دي كده او العكس طبعا. كبر دي شوية،
كده انا عجبني هنا الستايل ده، اقدر اقلل الاوبيستي بتاعتي برضو. هاجي بعد كده انا عايز اعمل حاجة برضو تانية، لو انا دوست كده هلاقي مثلا عندي انفرت. لاحظوا يا جماعة ان انا اقدر احط اتنين adjustment layers فوق بعض، يعني سواء اشيل ده او احط ده مش هلاقي فرق، يعني ده بيتعامل على اللي تحتيه. يعني لو جيت هنا جبت ده فوق كده هلاقي ان الجريدينت ماب بقى فوق الانفرت والعكس. طبعا هنشيل مثلا انفرت ده دلوقتي، احنا قلنا احنا عملنا ماسك دلوقتي خلاص. الماسك ده برضو اقدر استخدمه في ايه؟ يعني انا هنا اقدر اجي هنا بكل سهولة، لو انا جيت على اللير ده وجيت رحت عامل كده وجيت رحت عامل كده واخترت threshold، اللي انا بحولها يعني ابيض يا اسود يا ابيض يا اسود، وتقدر تقلل في الاوبستي بتاعتها. احنا قلنا ان دي فايدة ال adjustment layer. طب لو انا عايز اعمل تحديد اكتر دلوقتي، لو انا اخترتها كده هي كده، هو طبعا السلكت بتاعي ما ينفعش كده، المفروض بالبين تول، ولو في شعر باين اقدر اجيبه بالشانل زي ما شرحناها قبل كده. هنزود الجزء ده كده، انا عندي الجزء ده. طب لو انا عايز اعمل تراش اولد للجزء ده بس بال adjustment layer، مش هدوس هنا بقى، لا هطلع على layer واختار new adjustment layer واختار اي حاجة بقى انا عايزها، بس انا عشان ابينها هنختار threshold. هلاقي هنا الشكل قدامي كده، انا يعني الاوبستي والحاجات دي اقدر اتحكم فيها. انا اللي يهمني هنا use previous layer to create a clipping mask، لو انا دوست عليه صح وقلت له اوكي هلاقي ان انا بتحكم في الجزء اللي انا كنت معلم عليه، بس كل اللي حواليه مش هيتأثر خالص يعني. وبقول له اوكي طبعا، لو عايز هظهر دي كده، اقلل الاوبستي بتاعت دي. يبقى انا يا جماعه اقدر، واقدر بعد كده طبعا تعمل اديت لاي حاجه انت عايزها. يعني لو عملنا دبل كليك كده واخترنا دي مثلا وعملتها كده شكل تاني خالص، نفس الحكايه هنا لو دوس دبل كليك تقدر تغير فيها. الكلام ده كله ما كنتش هتقدر تعمله لو انت عامل ادجستمنت على الحاجات اللي احنا، يعني مش هتقدر تعمله لو انت عامل ادجستمنت على اللير ذات نفسه، انت بتعمل في صورة، لا انت هنا دلوقتي بقى بتتعامل في الليرات، تقدر تغير فيها زي ما انت عايز. هاجي بعد كده اقدر اديلها اي حاجة. ويا جماعة هنا احنا قلنا ده ليفلز كيرفز الحاجات دي كلها اتشرحت، وهتلاقي انا حاطط لينكات في المدونة عن الحاجات دي كلها. يبقى احنا هنا النهاردة عرفنا الادجستمنت لايرز ازاي اغيرها، ازاي اقدر اتحكم في الماسك بتاعها كمان. واتمنى انكم استفدتوا، اشوفكم على خير الدرس اللي جاي ان شاء الله. شكرا.